مساء الخير. بلش الشوب وبلشوا الناس يقصدوا شواطئ البحر للتمتع بأشعة الشمس الحارة، لكن ببريطانيا تجمع آلاف قناديل البحر الضخمة بقرب الشواطئ وما قدروا الخبراء يحددوا بشكل دقيق سبب هالأمر الغريب، لكنهم رجحوا أنه يكون السبب توفر الغذاء ببيئة الشواطئ الدافية. كما رصد الخبراء أكثر من 15 ألف قنديل بحري داخل المياه العميقة، والعدد السنة أكثر بكثير من السنين الماضية، والكل متعجبين من هالعدد الضخم من القناديل اللي ما شاهدوا مثله من أكثر من 30 سنة. بالعودة لطقسنا، طقس ربيعي متقلب مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة معتدلة، رطوبة عادية، بحر معتدل الموج وحرارة 124. الليلة طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، انخفاض بدرجات الحرارة، ولبكرة طقسنا غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. وهلأ منبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 18، على المرتفعات 16، أو على المرتفعات 17 بالبقى 10 والأرز 6، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية. إذن 25 البداوي، 28 بلاط، المزرعة 25، فرحونة 24، عرب صليم 23، برجة 24، عوكر 24، جديدة 28، أنوبين 17، وزغرين 27. أما الرطوبة فبتتراوح بين 45 و85%، وحرارة سطح الماء 24 درجة. سرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة أدناها 18 أقصاها 26، نهار الجمعة بتتراوح بين 18 و25، والسبت بين 19 و26. وهلأ منبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. خلينا نبدأ مشوارنا من عمان 30، دمشق 31، والقدس 28، ومننتقل من بعدها إلى الجزائر 31، ومننهي مشوارنا بباريس حيث عم بتسجل درجات الحرارة 29. وهيدا كان كل شيء. باي.